السلام عليكم يا أهلا. تقول العرب للصمت أنواع، فصمتك وقت الفوز ثقة، وصمتك وقت الغضب قوة، وصمتك وقت الإساءة حكمة، وصمتك وقت الاستفزاز انتصار، وصمتك وقت السخرية رفعة، وصمتك وقت الحاجة عزة نفس، وصمتك وقت الحزن صبر وتوكل، وصمتك وقت نصيحة الناس لك أدب. شكرا. بسم الله وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حنا رايحين للديرة اللي نحبها ونحبها لها، حفر الباطن، لكن هالزيارة يا أهل الحفر لا تعتبرونها زيارة، ما هو باللي في الخاطر، هذه مغركعة وتسليمة على قولتهم توجيب. بنوجب صاحب الغالي وصديقي اللي والله مالي معذار عنه، غازي المطيري اللي بيض الله وجهك يا أبو تميم يوم من فاز وربعك بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبد العزيز للإبل، جمعتهم وكرمتهم في احتفال وكرنفال يليق بمطير كافة قدام كل القبائل، والله سبعة أنعام فيكم وفي جميع القبائل. وأنتم يا أهل الحفر لنا عليكم إن شاء الله كرة ثانية ننبسط ونوسع صدورنا معكم. الحين خلونا نلحق الطيارة. يعني أضحك يعني ولا وش بالضبط يعني؟ بيني وبينكم والله الضحك. أها عانها قنبعت، عطتني مدي في ذروي. هذا أسلوب اللي يدور مشكلة. لا والله حنا ما ننسى الناس الطيبين، حنا بعد فضل الله عز وجل أنا يا غازي أنتم سبب الخير اللي أنا فيه، ومعروف إن يذكر ويشكر اليوم ودوم. أنا ولد أبوي صادق الملعب، اسمعي اللحية الغالمة، ما هو بنا اللي يختفي، تعرف محاتيك إنسانك التابع من زمان فما تجهله، لكن استراحة محارب على قولتهم. وأنت بعد أنا بشر ماني مشبوك فيش كهرب 24 ساعة شغال. كيهي جمل الله حالك يا خالد، عان ساعة نبت لي ظل عنجلي هنا. وجد من راحت حياته من مطار إلى مطار، من العاصمة الرياض إلى القيصومة.